طبخ صدور الدجاج مع الرز. هنعملها مع الرز المصري العادي الجميل بتاعنا بطريقة سهلة جدا ولذيذة، وكمان سريعة جدا تنفع للمستعجلين. أول حاجة، في حلة على نار متوسطة هنحط فيها شوية زيت، وكمان هنحط فيها شرايح بصل. أنا مقطعة البصلة سلايس، معايا بصلة متوسطة. هنقلب البصلة كده تقلبتين بسيطتين خالص. بعد كده هنضيف عليها معلقة من الثوم المفروم أو 3 فصوص ثوم مفرومين، ونشوح الثوم والبصل شوية صغيرين. بعد كده هنضيف عليهم 1/2 كوباية من البسلة. بعد ما نضيف البسلة هنشوح شوية صغيرين، ونوطي النار خالص ونغطي الحلة ونسيبها ربع ساعة عشان البسلة تستوي. ده كده بعد ما البسلة استوت، بعد مرور ربع ساعة هنضيف عليها حبيتين من البطاطس مقطعين القطع كبيرة. أنا قطعت قطع البطاطس كبيرة لأن بعد كده هضيف صدور الدجاج، عشان على ما صدور الدجاج تستوي البطاطس ما تتهريش. هشوح برضو البطاطس شوية صغيرين. بعد كده أضيف عليهم طماطمية صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة، وأقلبهم مع بعض شوية. بعد كده هضيف صدور الدجاج، كمية صدور الدجاج دي حسب الرغبة. أنا برضو مقطعة صدور الفراخ قطع طولية بالشكل ده. بعد كده هقلب صدور الدجاج في المكونات دي شوية. بعد كده هضيف التوابل. التوابل معايا معلقة صغيرة من الملح، 1/2 معلقة صغيرة من السكر، 1/2 معلقة صغيرة من الكمون، 1/2 معلقة صغيرة من الكزبرة، 1/2 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، و1/2 معلقة صغيرة من القرفة. وعندي اختيارين، لإما أضيف شطة لإما أضيف بابريكا، برضو هضيف 1/2 معلقة. اللي بيحب الأكل سبايسي يضيف شطة، واللي ما بيحبوش سبايسي يضيف بابريكا. بعد كده هنضيف كل التوابل ونشوحهم مع المكونات دي. انا عايزة المكونات دي تاخد من طعم التوابل وريحة التوابل تظهر. وكمان هضيف مكعب مرق الدجاج، والاضافة دي اختيارية. هطحنه الاول قبل ما اضيفه، بعد كده هقلبه مع المكونات دي كويس. بعد كده هضيف على المكونات دي 1/2 كوباية من المية. هقلب المكونات دي مع المية وهغطي الحلة، وهسيب المكونات دي تتشرب كل السائل اللي فيها وتستوي كويس. بعد كده اشيلها واركنها على جنب واعمل الرز. معايا برضو حلة على النار هضيف فيها شوية زيت، وكمان معلقة من السمنة أو الزبدة، واسيب السمنة والزيت يسخنوا. بعد كده أضيف عليهم الرز. الرز ده 2 كوباية، طبعا الكمية حسب الرغبة. أنا غسلاه ومصفياه كويس من المية. هشوح الرز مع السمنة والزيت كويس جدا، لازم الرز يسخن. بعد كده أضيف عليه التوابل، معايا 1/2 معلقة من البهارات السبعة، ومعلقة من الملح، وكمان مكعب مرق الدجاج. بعد كده هقلب الرز مع التوابل. بعد كده اضيف المية بتاعته. المية بتاعة الرز المصري، لكل 2 كوباية من الرز المصري 1.25 كوباية من المية. وانا ممكن اغلي المية وممكن كمان احطها باردة. بعد كده هقلب المية مع الرز وهظبط المية بتاعتي. طبعا كلنا عارفين الرز بتعمل ازاي. بعد كده اغطي الحلة واسيب الرز يتشرب المية على نار متوسطة. اول ما الرز يتشرب المية هوطي النار خالص، وهجيب 2 كوباية فيها 4 معالق كبار من المية. هقلب فيها معلقة صغيرة من الكركم، هقلبه كويس جدا. بعد كده اضيف المية بالكركم على الرز بالشكل ده.
وده عشان يكون جزء من الرز لونه أصفر وجزء لونه أبيض، وممكن أستبدل المية بالكركم بالزعفران، والخطوة دي اختيارية جدا. بعد كده أغطي الحلة وأسيب الرز يستوي على نار هادية جدا. وده شكل الرز بعد السوى. دلوقتي هنرص الطبق بتاعنا. هنجيب اي صينية عندنا، ممكن صينية كيك زي دي او اي صينية، وهفرش فيها ورقة زبدة. بعد كده هحط صدور الفراخ اللي سويتها مع الخضار، هحطها بالشكل ده وافردها كده. بعد كده احط فوقها الرز اللي سويته. هتشوفوا ازاي اللونين الاصفر والابيض بتوع الرز لونهم جميل جدا في الطبق ومميز، وكمان شايفين الرز مفلفل جدا ازاي ومش معجن خالص. هفرد الرز كده، هحط الكمية كلها، طبعا الكمية دي حسب الاسرة ما بتستهلك. هفرد الرز كده بمعلقة، بعد كده اجيب طبق واحطه على الصينية واقلب الصينية عليه. وطبعا طريقة التقديم دي اختيارية. وده شكل الطبق النهائي، وصفة جميلة جدا وسريعة، وكمان طعمها جميل جدا ومميز. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها، وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.